أهلا بكم. أطلقت جماعة أنصار الشريعة أحد أفرع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن حملة إرهابية أطلقوا عليها مسمى سهام الحق لقتال القوات الجنوبية وكذا قوات التحالف العربي في المحافظات المحررة ومنها أبين وشبوة وحضرموت والمهرة. وبعد بيان القاعدة المقتطب قام التنظيم بنشر نشيد جديد تحت عنوان قم للنفير الذي يحمل تحريضا لقتال القوات الجنوبية في محافظة أبين. ويرى باحثون في شؤون التنظيمات الإرهابية أن إعلان القاعدة جاء متزامنا مع احتفاء حزب الإصلاح الإخواني في اليمن بذكرى تأسيسه، مشيرين بأنه حينما خسر حزب الإصلاح محافظتي شبوة وأبين وخوفه من فقدان المهرة ووادي حضرموت وعودتها إلى حضن الجنوب، نشطت القاعدة جناح الإخوان المسلح عمليات التفجير والإرهاب، وأخيرا إعلان عملية سهام الإرهاب التي تستهدف الجنوب وتسعى لكسر المشروع الجنوبي لصالح قوى الشمال. هذا ويكشف حجم التخادم والتعاون بين جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية.